السلام عليكم. دول الخليج تطالب بإشراكها في المحادثات النووية مع إيران. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال وزراء الخارجية في دول الخليج العربي يوم الأربعاء إن المحادثات الأمريكية الإيرانية الهادفة لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 ينبغي أن تأخذ في الاعتبار برنامج الصواريخ البالستية لطهران. وجاءت هذه الملاحظات خلال الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في الرياض بحسب رويترز. وشدد الاجتماع الوزاري على الحاجة إلى إشراك دول الخليج في المحادثات النووية، وتم استئناف الجولة السادسة من محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا يوم السبت الماضي بين إيران وقوى عالمية. وفي الوقت الذي تجري فيه المحادثة أعلنت طهران أمس الثلاثاء أنها أنتجت 6.5 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60%. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي قوله إن البلاد أنتجت أيضا 108 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب حتى 20%، مما يشير إلى أن معدل إنتاج أسرع مما ينص عليه في القانون الإيراني الذي تقوم العملية على أساسه. وقالت إيران في أبريل نيسان إنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60% لتقترب بشكل أكبر من نسبة 90% اللازمة لصنع قنبلة نووية، بعد أن اتهمت طهران خصمها اللدود إسرائيل بتخريب موقع نووي رئيسي. وكان البرنامج الإيراني قد أقر في العام الماضي قانونا يلزم الحكومة تجديد موقفها من رد الفعل على الانسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي. في الأخير إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.